وللمزيد من التحليل ينضم إلينا من إسطنبول الباحث السياسي شاهو قرداغي. أهلا ومرحبا بك أستاذ شاهو. بداية، كثر الحديث عن بداية انفراجة للأزمة بين بغداد وأربيل، إلى أي مدى هذه الأحاديث قريبة من الواقع؟ تحياتي لكم. في الحقيقة هناك عدة ملفات خلافية بين أربيل وبغداد، وخاصة بعد أحداث 16 من أكتوبر، منها ملف المطارات والمعابر والملف الأمني وأيضا ملف النفط. اليوم هناك انفراجة جديدة حصلت، وهو الوفد الذي زار أربيل اليوم ووصلوا إلى اتفاقية الطرفان بموجبها يتم اتباع شروط الخطوط الطيران العراقي في مطارات الإقليم، ويكون هناك مراقبة من قبل الحكومة العراقية، ولكن دون أن يحددوا موعد لإلغاء الحظر على مطارات الإقليم. ولكن بالنسبة إلى الملفات الأخرى، مستشار الأمن في إقليم كردستان العراق مسرور البارزاني، وهو نجل البارزاني، قال لن نقبل باستمرار الانتهاكات في طوس خرماتو والمناطق المتنازع عليها. رغم أن هناك انفراج في هذه الأزمة، إلا أننا نرى أن استمرار انتهاكات الحشد الشعبي والميليشيات في هذه المناطق، وخاصة استمرار تهجير المواطنين وعدم السماح بعودتهم أو الاعتداء عليهم، هذا ينذر بسوء العلاقات بين الطرفين، وأنها سوف تكون تتدهور في المرحلة المستقبلية إذا لم تستطع الحكومة وضع حد لهذه الميليشيات، وللأسف إلى الآن لم تستطع أن تفعل هذا الأمر. طيب سيدي، أنت تعلم أن جميع التفاهمات في العالم تكون مبنية على فرض طرف لشروطه وتنازل الطرف الآخر من أجل هذه الشروط. ماذا قدمت كردستان العراق من تنازلات مقابل فتح المطارات على الأقل؟ بلا شك أن التنازلات الكبيرة هو أن الرحلات لا يمكن إقلاع طائرة ونزول طائرة في مطارات الإقليم إلا بموافقة سلطة الطيران في حكومة المركزية، وهذه الشروط التي خضعت لها أربيل لم تكن تخضع لها سابقا، وبالتالي كان هناك استقلالية في عمل المطارات سابقا عن الحكومة المركزية. ولكن الآن حكومة الإقليم وبسبب الضغط الكبير عليها والحصار المفروض من قبل حكومة العبادي، ورغم أن كان هناك شروط لانفراج في الأزمة، إلا أنها تلجأ للقبول بأي شرط من قبل حكومة العبادي في سبيل فتح المطارات من جديد وفتح الباب للعلاقات مع العالم الخارجي. وبالتالي نرى أن في هذه الحالة الطرف الأضعف هو حكومة إقليم كردستان العراق، التي مستعدة لأن تقبل بأي شروط في سبيل الجلوس مع الحكومة العراقية وللوصول إلى اتفاقيات بشأن المطارات والمعابر وأيضا ملف النفط في المناطق المتنازع عليها. إلى وقت قريب كان كل طرف متزمت برأيه، لكن اليوم نجد تنازلات جديدة. هل للانتخابات ولقرب موعدها أي دخل بهذا الموضوع؟ بلا شك أن في الفترة السابقة وخاصة تعنت العبادي في الجلوس مع الطرف الكردي تسبب في وجود نزعة لدى خاصة حزب الديمقراطي الكردستاني بقيادة البارزاني. كان هناك توجه لدى الحزب في التوجه إلى نوري المالكي والاتفاق معه والتحالف معه ضد العبادي، وهذا الأمر قد أثر على سلوك العبادي. وأيضا مسألة الانتخابات والتحالفات التي سوف تصبح بعد الانتخابات جعل من العبادي يكون أكثر ليونة في التعامل مع إقليم كردستان العراق، وبالتالي نرى أن حجج العبادي بأنه يطبق الدستور ويطبق القانون هي حجج واهية. بالعكس، هو يريد أن يفرض رؤية معينة ساهم فيها إيران في صياغة هذه الرؤية، وبالتالي هو مستعد أن يتنازل عن هذا الأمور في سبيل التمهيد لتحالفات مستقبلية بعد الانتخابات. كتلة ميليشيا بدر في البرلمان طالبت بإرسال قوات عسكرية إضافية إلى كركوك. كيف يمكن أن تفهم والحديث الآن عن قرب التوصل إلى اتفاقات؟ بلا شك أن هذه القوات وهذه الميليشيات التي هي القوة الكل في المناطق المتنازع عليها الآن، منذ دخولها إلى هذه المناطق ارتكبت انتهاكات، وأنا ليس عندي أي ثقة في قدرة الحكومة العراقية على وضع حد لهذه الميليشيات. الحكومة العراقية الآن هي تفتح يدها للتحالف مع هذه الميليشيات، والميليشيات ترفض هذا العرض، وبالتالي الطرف الميليشيات هي الأقوى. وحتى لو تم إرسال المزيد من الجنود أو القوات إلى هذه المناطق، لا يمكن أن يستتب فيها الأمن، لأن عقلية هذه الميليشيات هي عقلية عدائية للمواطنين، هي لديها عقلية طائفية لا يمكنها أن
تدير المشهد، وخاصة في مناطق متنوعة التي فيها تنوع ديني وتنوع طائفي، بحاجة إلى إدارة حساسة. ولكن للأسف القيادة هذه الميليشيات وخاصة هذه القيادات التي تدعو لإرسال المزيد من القوات تعتقد أن المزيد من القوات ممكن أن تحل المشاكل، ولكن حل المشاكل يكون بترك الأقلية الطائفية التي يعاني منها القادة أيضا والجنود والميليشيات التي موجودة الآن على أرض الواقع. طيب، مصادر صحفية قالت أن الوضع الأمني في قضاء طوسخر مات يوشك على الانهيار بشكل تام. برأيكم لماذا لم تحل قضية القضاء إلى الآن؟ هل تسمعني سي شاهو؟ أسمعك الآن. نعم، مصادر صحفية قالت أن الوضع الأمني في قضاء طوسخر مات يوشك على الانهيار. لماذا لا يوجد حل إلى مشكلة القضاء إلى يومنا هذا؟ بلا شك لأن الحكومة العراقية عندما اتخذت خطوات بعد 16 من أكتوبر لم يكن لديها أصلا سياسات واضحة للدخول إلى هذه المناطق والسيطرة عليها وكيفية إدارتها. هي خضعت لإرادة الحشد الشعبي، ميليشيات الحشد الشعبي، وهذه الميليشيات تدخل بغرض انتقامي. تصور إلى الآن هناك المسؤولين الإداريين يطلبون من العوائل الكردية العودة إلى مناطقهم دون أن يكون هناك ضمان لحماية حياة هؤلاء المواطنين، وأيضا الاعتداءات مستمرة، فالمواطن يفكر في كيفية الانتقام من هذه القوات التي تسببت في إحراق الممتلكات وتدمير المنازل ونزوح الآلاف من المواطنين، وهذا يولد عقيدة الانتقام لدى المواطن، وبالتالي يستمر الفوضى ويستمر العنف في هذه المناطق ولا يمكن السيطرة عليها. وإلى الآن حكومة العبادي متفرجة رغم أن المنظمات الدولية وثقت وحققت في أمور الانتهاكات وأرسلت تقارير للحكومة ليستجيبوا مع هذا الأمر ويضعوا حد للانتهاكات، ولكنها متفرجة الآن لأنها لا تستطيع أن تتخذ أي خطوة ضد الحشد الشعبي لأنها بحاجة إلى الحشد الشعبي ما بعد الانتخابات. الباحث السياسي العراقي سي شاهو قرداغي كنت معنا، شكرا جزيلا لك.